السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع باقي حلول الدرس الأولاني والتاني بعد ما سمعنا حلقة الجرامر. واللي ما سمعش الحلقة ممكن يدخل على صندوق الوصف هيلاقي كل الحلقات اللي فاتت من أول درس لآخر درس، فاسمع تاني عشان تتأكد من الحلول بتاعتك إن شاء الله. طبعا النهاردة هنحل على الجرامر وعلى باقي الدرس الأولاني والتاني. تعال نشوف كده في صفحة 58 بول listen the children a lot of lines. طبعا قلنا نو لوكو اسم من علامات البريزم كونتينوس من علامات المضارع المستمر، كان عايز ام او از ار وفعل فيه اي ان جي، فبالتالي هقول ار ميكينج. تعال نشوف نمبر 2 بولي وايز عمر ايه هيز فود ستول ات ذيس بليس. طبعا قلنا حبايبي ام او از ار بيجي وراها فير بلس اي ان جي فهقول باركينج. طب تعال نشوف بيقول لي ماي ماذر ايه ات ذا مومنت، طبعا ات ذا مومنت مضارع مستمر فبالتالي هقول ماي ماذر الشوبينج. تعال نشوف نمبر 4 بولي باسل يوزوالي ريبيرز كمبيوترز بات توداي هي هيز جراند بيرنت. طبعا لما اكون مرتد اعمل حاجه ولكن في حاجه ثانيه بتتعمل الان بشكل مؤقت لازم تكون مضارع مستمر، فبالتالي هقول بات توداي هي از فيزيتنج هيز جراند بيرنتس. تعال نشوف نمبر 5 بولي ماي نيبر ايه ان ا لافلي فلات but now he is staying in his son's house. بيقول لي ان جاري ايه ان ا لافلي فلات but now he is staying. العكس بقى، دي عكس الجمله اللي فوقها. الحاجه المعتاده ان هو عايش في شقه جميله لكن دلوقتي هو قاعد في بيت ابنه، يبقى المفروض هنا حبايبي الكلام ده بيكون مضارع بسيط، فاذا هقول my neighbor lives، ده الشيء المعتاد. تعال نشوف نمبر 6 بيقول هدى اند فريده ايه hard because they have an English test next week. طبعا بيقول له ما بيذاكروا دلوقتي كويس لان عندهم امتحان انجليزي الاسبوع اللي جاي، فلازم اقول حبايبي ار studying. طب تعال نشوف نمبر 7 بيقول ام بيزي ات ذا مومنت، يعني انا مشغول في هذه اللحظه. شوف ات ذا مومنت مضارع مستمر، يبقى ام ايه ان ايميل، هتقول لي ام رايتنج ان ايميل، يعني انا بكتب ايميل. طيب تعال نشوف حبايبي نمبر 8 بيقول هو ايه شي ويتنج فور ات ذا مومنت، ات ذا مومنت مضارع مستمر والفعل بتاعي في ing، يبقى انا عايز ام او از او ار وشي بتاخد از. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي ذا بيبي از كوايت توداي، يعني الطفل الرضيع هادئ اليوم. هي ايه اللوت، خلي بالك ان هو هادي النهارده، يبقى اذا هو ما بيبكيش كتير، وخلي بالك انها مرتبطه بالنهارده مش مرتبطه بعاده، فبالتالي لازم اقول isn't crying a lot. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي وي ار ستودنتس بات وي ايت ذس ويك تو هيلب كلين اور neighborhood. بيقول لي ان احنا طلبة لكن احنا ايه الاسبوع ده للمساعدة في تنظيف الحي، خلي بالك بقى، يبقى اذا احنا مشغولين باستمرار طول الاسبوع. طيب وي بتاخد، هتقول لي وي بتاخد ار، فبالتالي لازم اقول ار working. طب تعال نشوف نمبر 1 في الاخطاء drive carefully here because they ate the road. بيقول لي سوق بحرص هنا لان هم شغالين في تصليح الطريق، فهنا لازم اقول ار repairing تاني or repairing. تعال نشوف نمبر 2 بيقول listen استمع، طبعا ده مضارع مستمر the rain ايه on the roof. طالما قال لي listen يبقى ده مضارع مستمر، rain اسم لا يعاد فلازم اقول is falling تاني is falling. تعال نشوف نمبر 3 بيقول منى learn a new skill at the moment، at the moment مضارع مستمر فلازم اقول is learning، يعني لازم اجيبها am was or verb plus ing. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي هو يو ار تكستينج ات بريزن، ات بريزن مضارع مستمر بس خلي بالك الفعل المساعد هو اللي يجي الاول، يبقى لازم اقول هو ار يو. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي شي دازنت بلاينج تنس ناو، ناو مضارع مستمر النفي بتاعي يبقى بإزنت وأرنت مش بدونت ودازنت، فلازم اقول شي إزنت تاني، لازم اقول شي إزنت. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي دو ذا جيرلز دانسينج تو ذير فيفورت سونج، هل هو بيرقصوا على اغنيتهم المفضله؟ طبعا هنا الفيرب بتاعي بلس اي ان جي فاجيب قبله ام او اس او ار والجيرلز جمع فتاخد حبايبي ار، فاذا هقول ار ذا جيرلز دانسينج تو ذير فيفورت سونج. تعالوا نشوف يلا التمارين العامه بتاعت الدرس الاولاني والثاني، وده بيبدا لي فيها بالليستنج. بيقول ماي سيستر كريمه اند اي اولويز لايك تو دو نيو ثينجز، انا واختي كريمه بنحب نعمل اشياء جديده. ات ذا ويكند، طبعا في عطله نهايه الاسبوع. She learns how to use sign language. هي بتتعلم، اختي كريمه طبعا بتتعلم ازاي تستخدم لغه الاشاره. This weekend I'm painting my bedroom and my sister is sewing new curtains. انا في هذا الاسبوع بدهن غرفه النوم بتاعتي واختي بتخيط ستاير. طبعا يا حبايبي بيقول the speaker is learning to do lots of new things at the، طبعا at the weekend في عطله نهايه الاسبوع. كريمه can communicate in a language، طبعا in sign
language. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول ذا سبيكرز سيستر اللي هي كريمه يعني از ان يو كرتينز طبعا sewing sewing يعني بتخيط. The speaker is painting the ايه now طبعا هي كانت بتدهن غرفة النوم يبقى بيدهن. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الديالوج المحادثة. واللي سمر wants to know what هولا is doing at the moment. سمر عايزة تعرف ماذا تفعل هولا في هذه اللحظة. سمر بتقول لهولا هاي هولا what are you doing بتعملي ايه. فقالت لها هاي سمر. قالت لها a letter خطاب to my best friend سارة لصديقتي بالمراسلة سارة. where does she live بتعيش فين. فقالت لها قالت لها فرانس. سألت سؤال قالت لها she is 13 years old do you have any other best friends. طب هل انت عندك اي اصدقاء بالمراسلة اخرين. تعال نرجع بقى بتقول لها هاي علا what are you doing. قالت لها هاي سمر. اكيد ردت عليها هتقول لها I'm writing a letter. طبعا لازم يكون الاجابة برضو مضارع مستمر طالما السؤال مضارع مستمر. هتقول لها I'm writing a letter يعني انا بكتب خطاب. قالت لها a letter خطاب. وسألتها سؤال قالت لها to my best friend Sara. طبعا حبايبي هنا ممكن اقول بس السؤال ده to whom. to whom يعني لمين. ده سؤال مختصر وممكن اسأل سؤال طويل واقول who وبعدين I am بتطلع are you فاقول who are you وبعدين اجيب الverb plus ing يبقى who are you writing the letter to. يعني انت بتكتبي لمين. قالت لها لصديقتي سارة. where does she live طبعا اكيد هكتب in France يعني في فرنسا. عرفت منين من الاجابة تحت. قالت لها France فرنسا. سألتها سؤال قالت لها she is 13 years old هي عندها 13 سنة. طبعا بسأل عن العمر حبيبي بأداة الاستفهام how old واطلع بدل طالما verb to be فأقول how old is she. فصبر بتقول لها do you have any other pen friends اكيد هتقول لها yes I do. ولو قلت no I don't ماشي لاني مش مديني اي معلومات. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الاختياري. بيقول they want to paint their house white with blue doors. عايزين يدهنوا طبعا البيت بتاعهم ابيض وبيبان لونها ازرق يبقى اكيد paint. هنشوف نمبر 2 بيقول I had lots of A on my birthday from my friends. حصلت على A كتير من اصدقائي في حفلة عيد ميلادي يبقى presents. وpresents حبايبي بمعنى هدايا. نمبر 3 بيقول my mom asked me to bring her 2A of beans. ماما طلبت مني ان انا اجيب لها 2 ايه من الفول طبعا 2 tens of beans يعني علبتين فول. تعال نشوف نمبر 4 بيقول we didn't tell our grandmother that we are going to visit her to a surprise. بيقول لي احنا ما قلناش لجدتي ان احنا هنروح نزورها عشان نعمل لها مفاجأة. قلنا يعمل مفاجأة اسمها to give her a surprise. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي A helps to keep people safe in the street. مين اللي بيخلي الناس في أمان في الشارع؟ طبعا the police officer. Police officer طبعا اللي هو ضابط الشرطة. طب تعال نشوف يلا number 6 بولي deaf people use language to communicate with each other. طبعا بيستخدموا sign language. sign language حبيبي اللي هي لغة الإشارة. تعال نشوف number 7 بولي he works in a clothes shop. he is a shop إيه؟ طبعا اسمه shop worker. يا إما shop worker يا إما shop assistant. هنشوف نمبر 8 بيقول لي look at that dog يعني انظر الى هذا الكلب it a water from the lake. طالما قلت له انظر يبقى اذا هو بيفعل الشيء دلوقتي يبقى لازم اقول is drinking مضارع مستمر. هنشوف نمبر 9 بيقول لي how are your parents feeling now. طبعا feeling verb plus ing والparents هنا جمع فلازم اقول how are. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي what are you usually eat for breakfast. طبعا حبايبي eat هنا بتعرف المصدر يدوالي من علامات مضارع بسيط يبقى اذا انا عايز يا دوز. طيب هنا عندنا يو طبعا بتاخد دو فاذا هقول وات دو يو يدوالي ما ينفعش ار لان بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. تعال نشوف يلا الاخطاء. بيقول لي اون ساتردي مورنينج يعني يوم السبت صباحا اي اوفن ستايينج ان بيد اند هاف ا ليت بريكفاست. طبعا هنا اوفن من علامات المضارع البسيط فاي بيجي معاها مصدر فاذا هقول stay. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي the students. students حبايبي اللي هم الطلبة. listen to the teacher now. طبعا now مضارع مستمر طالما مضارع مستمر يبقى لازم اجيب is or verb plus ing. طب students are listening طبعا هنا في ناس بتستعجل وتكتب listening بس طبعا المضارع المستمر مش verb plus ing بس لازم اجيب am or is or. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي where are your friends go. طبعا هنا طالما في ار يبقى الفيرب بتاعي بلس اي ان جي فلازم اقول going. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي look
A car is very fast. طبعا now local اسم من علامات مضارع مستمر، فلازم اقول A car is coming. A car is coming very fast، يعني جاية بسرعة جدا. تعال نشوف حبايبي يلا للتشالنجينج كويستشنز. بيقول لي you look ايه عادل؟ You have worked for a long time. بيقول لي انت شكلك ايه كده عادل، اشتغلت لمدة طويلة. طبعا انا حبايبي عادل هنا هو اللي بيشعر بالتعب، فلازم اقول tired. طب تعال نشوف number 2. بيقول لي police officers are driving around the city to ensure that people are safe. طبعا يتأكد اسمها make sure. طب هنا مستر ما جابليش make، يبقى اذا هقول to be sure، يعني عشان يكونوا متأكدين. تعال نشوف number 1 في الأخطاء. بيقول لي it's cold so everyone stay at home. الدنيا برد امتى؟ دلوقتي. لازم نتكلم عن حالة مؤقتة، فبالتالي لازم اقول everyone is staying. تاني everyone is staying، اذا مثلا يعني ما اقولش are staying، هقول لك لا، الضمائر الغير معرفة دي تعمل معاملة المفرد. everyone anyone someone somebody، كل ده تعمل معاملة المفرد. number 2 بيقول I'm looking forward to going home and a arrest. طبعا هنا and بتعطف في نفس الزمن، يعني بتعطف فعلين من نفس النوع. هنا look for to جايب وراها verb plus ing، يبقى هنا برضو لازم اقول and having، لازم اجيب وراها verb plus ing. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولما كنت فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، ويستنونا في الحلقة الجاية مع حلول الدرس الثالث والرابع. يلا اللايك بتاعك الجميل شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.